بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروس جديدة من دروس مادة الجغرافيا للسنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي التأهيلي. هذه الحصة سأقترح عليكم المقطع الذي سنحاول من خلاله تحديد المظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو بطبيعة الحال تتم للحصة الأولى المعنونة بمفهوم الاتحاد الأوروبي ومراحل تأسيسه. خلال هذا المقطع سنتطرق لمرحلة الأولى من مراحل النهج الجغرافي، وهي مرحلة الوصف. إذن على بركة الله سننطلق أو سنحاول الاشتغال على بعض الوثائق لتحديد مظاهر الاندماج بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الوثيقة أمامنا صورة لعملة اليورو، وهي عملة بطبيعة الحال الكل يعرفها، هي العملة المتداولة ببلدان أوروبا، وصورة جانبا هي صورة للبنك المركزي الأوروبي. إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، هاتان الصورتين معا يجسدان مدى قوة اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي من خلال بطبيعة الحال العمل على توحيد عملة و لتداولها بين الدول الأعضاء، سواء كنت مثلا في إسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو غير ذلك من الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي. نجد معظم سكانها بطبيعة الحال ومؤسساتها يتعاملون بعملات اليورو. من بين المظاهر كذلك أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، صورة جانبا للبنك المركزي الأوروبي، وهي صورة كذلك تجسد مدى اتحاد بلدان الاتحاد الأوروبي على المجال أو على المستوى المالي. إذن هذه الصورتين معا يقدمان لنا صورة عن الجانب المالي لبلدان الاتحاد الأوروبي. ننتقل إلى الوثيقة الثانية، أسس السياسة الفلاحية المشتركة الباك. إذن هذا النص الانطلاق، سأقرأ عليكم النص وشرح بعض مضامينه لتحديد مظاهر قوة اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. حددت معاهدة روما في فصلها الثاني أسس السياسة الفلاحية المشتركة، ورسمت لها الأهداف التالية: الرفع من الإنتاجية الفلاحية بتطوير التقنيات. التقنيات بطبيعة الحال أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، من قبل مثلا الآلة، تطوير البحث العلمي إلى غير ذلك، والاستعمال المناسب لوسائل الإنتاج. كما تلاحظون من خلال الهدف الأول الذي رسمته السياسة الفلاحية المشتركة للاتحاد الأوروبي، هو الرفع من الإنتاجية. الهدف الثاني: ضمان مستوى عيش محترم لسكان الأرياف بالرفع من الدخل الفردي للفلاحين. إذن هذا الهدف مس بالأساس الجانب الاجتماعي. الهدف الثالث الذي أقرته السياسة الفلاحية المشتركة هو العمل على إقرار أو العمل على استقرار الأسواق الأوروبية و ضمان التمويل، وأخيرا ضمان أسعار معقولة للمستهلكين. كما تلاحظوا أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، هذا النص هو النص بطبيعة الحال يجسد لنا بعض المظاهر القوة الفلاحية للاتحاد الأوروبي، ومن بين مظاهرها كما تلاحظون هناك رفع من الإنتاج الفلاحي و
بطبيعة الحال أخص هنا بالذكر الإنتاج الزراعي والحيواني وضمان عيش سكان الأرياف في ظروف جيدة والعمل على استقرار الأسواق من خلال التمويل. إذن غادي ننطلقوا الوثيقة الثالثة بعنوان قوة اقتصاد الاتحاد الأوروبي. إذا سأقرأ عليكم النص ثم نشرح في شرح هذا النص، وفي الأخير بطبيعة الحال نقوم بتركيب كل تعلمات. يعتبر الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية عالمية، ففي الميدان الفلاحي يحتل الاتحاد الأوروبي المراتب الأولى عالميا. إذا تصوروا معي المرتبة الأولى على المستوى العالمي يحتلها الاتحاد الأوروبي، وهذا بطبيعة الحال من بين المظاهر التي ساعدت أو التي جعلت من الاتحاد الأوروبي كقوة أو تكتل جهوي عالمي قوي. إذا قلت يحتل الاتحاد الأوروبي المراتب الأولى عالميا في العديد من المنتجات، المرتبة الأولى في إنتاج الشعير مثلا، والمرتبة الثانية في القمح. ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث نجده يحتل المراتب الأولى في إنتاج السيارات. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أول قوة تجارية، إذ تستحوذ على 40% من الصادرات و 46% من الواردات العالمية. كما أن الميزان التجاري للاتحاد يحقق فائض مهم. إذا انطلاق من هذه الوثيقة أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، نلاحظ على أن الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال له مكانة اقتصادية قوية سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى العالمي من خلال مجموعة من المؤشرات كما تلاحظون انطلاق من هذا النص، من خلال احتلال مراتب متقدمة في الإنتاج الفلاحي ومراتب متقدمة كذلك في الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى أهمية القوة التجارية من خلال استحواذه على تقريبا نصف المبادلات العالمية. إذن غادي ننطلق الوثيقة الرابعة. الوثيقة الرابعة هي صورة تجسد بعض مظاهر هذا الاندماج بين بلدان الاتحاد الأوروبي. كما تلاحظون أخذنا نموذج لطائرة الإيرباص، وهي طائرة بطبيعة الحال من إنتاج أوروبي وليست لدولة واحدة. إذا كما تلاحظون طائرة إيرباص هي طائرة ذات صنع مشترك بين مجموعة من الدول كفرنسا، المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، وبلجيكا. إذا الصورة فهي معبرة، نلاحظ على أن كل جزء من أجزاء الطائرة يتم تصنيعه من طرف أحد بلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأخيرا أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، سنقوم بتركيب تعلمات المتعلقة بالمقطع الوصفي، وخاصة وصف مظاهر الاندماج داخل بلدان الاتحاد الأوروبي. إذا فعلى المستوى المجالي، هناك الامتداد للمجال الجغرافي للاتحاد الأوروبي، حيث أصبح يضم كما تعلمون في التمهيد الإشكالي 27 دولة، وينتشر على مساحة تناهز تقريبا 5 ملايين كيلومتر مربع. طبيعة الحال هذه المساحة الشاسعة بفعل إلغاء الحواجز الجمركية أمام الأشخاص والبضائع والرساميل بين الدول الأعضاء. أما على المستوى الاقتصادي، فيما يخص الفلاحة، تم اعتماد سياسة فلاحية مشتركة الباك بهدف الرفع من الإنتاجية وتأمين الأسواق ورفع مستوى عيش الفلاحين. أما على المستوى الصناعي، فتم نهج سياسة صناعية موحدة من خلال إنشاء صناعة طائرة إيرباص بمساهمة معظم الدول الأوروبية. وعلى المستوى التجاري،
تم نهج سياسة تجارية موحدة لرفع مستوى التبادل التجاري داخليا وخارجيا، وتأسيس سوق أوروبية موحدة من خلال إلغاء الحواجز الجمركية. فيما يخص الحواجز الجمركية أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، المقصود بالحواجز الجمركية كما هو معروف بطبيعة الحال هي الجمارك ما بين الدول الأعضاء. فمثلا لو أردت السفر من المغرب إلى الجزائر، ستجد بطبيعة الحال العراقيل الحواجز الجمركية فهي مغلقة. أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فكما سبقت الإشارة في التمهيد، الاتحاد الأوروبي أصبح على شكل دولة واحدة، دولة واحدة بدون حدود جمركية ما بين الدول الأعضاء. نرجع للموضوع ديالنا. إذا على المستوى المالي، نلاحظ بين مظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي أنه تم تعميم العملة الموحدة، واللي هي بطبيعة الحال الكل يعلمها هي عملة اليورو، واستعمال هذه العملة من طرف معظم دول الاتحاد الأوروبي، مع بطبيعة الحال إشارة إلى أن هناك دول هي أعضاء ضمن الاتحاد الأوروبي ولا تتعامل بعملة اليورو، وهناك دول خارج عن الاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال تتعامل بعملة اليورو. على المستوى السياسي، تم توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والسعي لإقرار دستور أوروبي موحد. إذن أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، شكرا على انتباهكم، وألقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله.